إذن مشاهدينا نذهب معكم في جولة ميدانية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ونبدأ مع الزميلة ديما دحدل مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجدة في مدرسة أميمة بنت ربيعة الثانوية الواقعة في منطقة العمرية للاطلاع على الأجواء الدراسية. إذن ديما، ما هي الأجواء لديك في المدرسة صباح أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني؟ نعم، صباح الخير لكم زملائي، وصباح الخير للسادة المشاهدين. كما قلتم قبل قليل بأن هذه اليوم المدارس شرعت أبوابها في مختلف اليوم المناطق التعليمية استقبالا لطلبتها بعد إجازتهم الانتصافية، ووسط جهوزية كاملة. دائما هي وزارة التربية حاضرة بتجهيزاتها، وذلك من خلال تضافر كافة الجهود بما فيها الهيئات التعليمية والإدارية، وذلك من أجل تهيئة جو تربوي مثالي للطلبة يساعدهم على استكمال تحصيلهم الدراسي بالشكل الأمثل. واليوم وزارة التربية مسؤولة اليوم عن الطلبة وعن أمنهم وسلامتهم داخل الأسوار المدرسية أيضا وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة. نتحدث أكثر عن هذا اليوم الأول، اليوم والاستقبال للطلبة والتجهيزات. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مدير منطقة الفروانية التعليمية الأستاذ محمد عايد العجمي. أستاذ محمد، يسعدنا أن نستضيفك على الهواء مباشرة في العالم هذا الصباح. حدثنا اليوم عن هذا اليوم الدراسي الأول في الفصل الدراسي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. بداية عودا حميدا للجميع، وكل عام والجميع بألف خير. احنا اليوم سعداء في هذا اللقاء في صباح الخير في تلفزيون دولة الكويت، وكما عودتونا دائما بدعمكم وأيضا متابعتكم المستمرة لما يدور في مدارسنا وفي المناطق التعليمية. ما أخفيك أستاذة ديما، إحنا اليوم في منطقة الفروانية التعليمية الإدارات المختصة بذلت الجهد فيما يتعلق بالجاهزية والاستعداد لاستقبال أبنائنا المتعلمين لهذا اليوم بعد إجازة منتصف العام الدراسي من العام الدراسي 2022-2023. فنهني أيضا معالي وزير التربية والسيد وكيل وزارة التربية وجميع الهيئة التعليمية والإدارية في مدارسنا. اليوم مدارسنا ما يقارب 161 مدرسة مختلفة المراحل التعليمية مع رياض الأطفال، فتحت الأبواب واستقبلت أبنائنا المتعلمين بما بعدد يقارب 81,340 متعلم ومتعلمة في مدارسنا المختلفة بالمراحل التعليمية، كذلك رياض الأطفال. اليوم أيضا المدارس والمنطقة التعليمية استقبلت الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية في المنطقة التعليمية بعدد ما يقارب 23,000 ما بين هيئة تعليمية وهيئة إدارية. فنقول لهم كل عام والجميع بخير، وأيضا نحن جزء من هذه المنظومة، ونحن في خدمة أبنائنا المتعلمين وفي خدمة أيضا زملائنا العاملين في وزارة التربية وفي منطقة الفروانية التعليمية بالأخص. نعم، أيضا اسمح لي أستاذ محمد، أنتم اليوم هذه العودة هي اليوم تتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية المباركة، ولديكم الكثير اليوم من هذه الفعاليات التي تجهزونها في منطقة الفروانية التعليمية في المدارس، نتحدث قليلا عن هذا الموضوع. صحيح، الفترة الحالية هي مصاحبة للأعياد الوطنية في شهر فبراير مثل ما تعودنا. هذا الشهر فيه من القيم والولاء وتعزيز قيمة الولاء الوطنية في أبناء نفوس أبنائنا المتعلمين وأيضا العاملين في المنطقة التعليمية، بدءا مع احتفالات الدولة لرفع العلم تاريخ 1/2. أقامت المنطقة التعليمية احتفال لرفع هذا العلم الرمز لنا وللكل في هذا الوطن المعطاء، وكذلك المنطقة التعليمية على جاهزية تامة إن شاء الله. وتم تحديد مدرستين، مدرسة سفيان الثوري إن شاء الله، وسيتم الابتدائية بنين، سيتم احتفالية بشكل كامل للمنطقة التعليمية في تاريخ 20 من هذا الشهر، وكذلك أيضا مدرسة العمرية بنات بتاريخ 21 من نفس الشهر إن شاء الله. إن شاء الله تكون هذه الاحتفالات دائما احتفالات خير، وأن يعيده على الوطن الغالي بألف خير. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، وأيضا اسمحوا لي زملائي أيضا أن أخذ أيضا لمحة سريعة وكلمة من الأستاذة خالدة المير وهي مدير الشؤون التعليمية لتحدث أكثر عن الخطط الموضوعة في اليوم للتواجيه لديكم، والخطط أيضا الموضوعة للهيئات الإدارية والتعليمية من أجل الارتقاء بمستوى العلمي لأبنائنا الطلبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم ألف صحة وعافية وكل عام وأنتم بخير، وعودة حميدة لجميع معلمينا وأبنائنا الطلبة على العودة سالمين غانمين بإذن الله للفصل الدراسي الثاني. مثل ما قلتي حضرتك، إحنا طبعا الفصل الدراسي الثاني تكثر فيه الأنشطة التدريبية والتنموية لأبنائنا المتعلمين والمعلمين، واستغلال الوقت الأمثل للتنمية المهنية، حيث نحن يعني بالنسبة لنا في التربية نحن نمشي على نهاية عام دراسي، في نهاية العام يكون في تقييم كفاءة وتقييم أداء للعاملين والمتعلمين، ولذلك نسعى ضمن خطة الوزارة وخطة المدارس إلى أن إحنا يعني العمل اللي تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الأول إذا لم يرتقي إلى مستوى الرضا، أن إحنا نساعد في أنه هو التنمية المهنية وإعداد الخطة. طبعا في خطة موضوعة جاهزة سواء على مستوى وزارة التربية في إدارة التطوير والتنمية، أو على مستوى المناطق التعليمية بالتواجيه الفنية، أو على المدرسة نفسها. وإحنا طبعا مثل يعني كلامنا أن إحنا الحين في فترة التعيين المعلمين الجدد، والمعلمين الجدد في هذه الفترة ما يدشون دورة المعلمين الجدد، ولذلك يكون علينا إحنا يعني بالمنطقة التعليمية سواء جناح التوجيه الفني أو جناح الإدارات المدرسية أن إحنا نهيئ الخطط ومن أجل تبصيرهم بأعمالهم سواء فنيا أو إداريا بإذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك يا أستاذة خالدة. بالفعل يعني كما رأيتم بأن هذه التجهيزات اليوم كاملة، وحقيقة الحق يقال بأنه اليوم هذه الجهوزية وهذه اليوم العودة الميمونة لأبنائنا الطلبة في الفصل الدراسي الثاني دائما هي مقرونة بتحقيق غايات تربوية تنموية منشودة تتحقق على أرض الواقع وتتجسد من خلال تخطي العقبات إن وجدت، ومن خلال هذه التجهيزات الحاضرة اليوم، وأيضا الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل. هذا كان كل شيء زملائي، عودة لكم مرة ثانية إلى الاستوديو. إذن زميلة ديما دحدل مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.